شكون واش قهيوه مهم. انا من الصباح وانا دايره الاضراب، ما كاع ما قلت لكم السلام الغزالات ديالي، ما قلت لكم والدي دخلكم هاد الدخله. كل هادي مالا على الغزالات ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا باحوال جيده. توحشكم، نتوما توحشوني ولا قولوا لي ما توحشناكش؟ هذا الربع ايام برد لينا راسنا منك. دابا الغزالات ديالي انا صراحه توحشكم، عارفه راسي انني غبرت. هذه تقريبا 5 ايام ولا 4 ايام ما حطيت حتى شي فيديو. صراحه كنت غير شي شويه عيانه، ما شكيت عليكم برا ولباس عليكم، الله يبعد عليكم بلا ولباس. كان دارني جدرب وكبابر. قولي شنو هو جدرب؟ هناء فيك هناء. هناء صاحبتي تنقول لها دارني جدرب وكبابر، قالت لي شنو هو اكرام جدرب وكبابر؟ ما غيعرفوا غير اللي كانت امهم ملي كانوا صغار تتقرصهم من تما، ملي كانوا صغار ملي ما كانوش تيديروا داكشي اللي كتقول الوالده وتتشدهم من جهه الفخذ من هاد الجهه وتحتي عليهم بواحد القرصه. هي هذيك هما اللي غيبقاو راسخ لهم في الدماغ شنو هو جدر بكبار. بحالي انا شحال ديال القاره شديت، لكن كله نفع. المهم الغزالات ديالي كان واحد شويه فخدين بالجهه ديال الفخذ، راكم عارفين مع الحمل لكن الجنين متكي على واحد الجهه كيضرك شويه فخذك، كتكون عندك صعوبه في المشي. فهادشي اللي كان هاد الايام هادشي شويه. دابا وليت لاباس، ما كنتش زعما شاده الفراش ولا شي حاجه، واصلا انا من النوع اللي واخا مسكينتي مرض ما عندكش الحق في هاد الغربه، ما عندكش الحق تمرضي، يعني خاصك تنوضي بزز منك كتجي من التكاي ولا تقولي زعما حامله مسكينه غتلقى على من تبوحات كاين اللي غيدي الحمام وغيحك ليها وغادي يوحمها. كاين عنوض اختي وعول على راسك اللي في الغربه بوحدهم غيعرفوني علاش كنهضر. المهم هاد الايامات صراحه دازت عليا بهاد الفخذ هذا اللي تنحس براسي ثقيل، يعني شي شويه ديال الالم ثقلت عليا البنيته في الجهه هذه، وصافي هادشي اللي كان شي شويه يعني محيد لي شي شويه ديال الانرجي. المهم غادي نشرب واحد القهوه بعدا، عطوني واحد شويه ديال الوقت نشرب القهوه يرجع لي المزاج وبعدا نكمل الهضره. باغي ندير واحد التجربه، واحد التجربه عويصه ما عمرني ما درتها، عمرني ما درتها، ما عمركم ما شفتوني بهذا اللوك هذا اللي باغي ندير. وصافي هادشي كله غتشوفوه بلا ما نحرق لكم المراحل. ليفيا تو كافيه دا صايبنا لي قهوه وحركناها وصوبناها وقديناها، وخاصنا نقولوا ليه نوض اجي هاك قهوتك، يعني راه كنشرب بنادم راه تيعصب. يلاه زيد نطول عليكم، يلاه هو معايا نوجدوا الحاله ونديروا العدسات وداكشي. المهم تشوفوا هادو هما اللي غادي ندير، هادو هما اللي غادي ندير كيف ما شفتوا، دايرين بحال اللون تاع عيني الراجلي، عيني دايره نتوما بحالكم بحال شي مش. المهم غادي نجرب هاد العدسات وغادي نشوف. غنحاولوا شويه هاد القلم تاع الحجبه اللي صراحه في المده ما مكتوبه حتى شي حاجه، ما عرفتش شحال ديال الوقت ممكن تحتفظي بهم، مع كاينين العدسات ديال 6 شهور، كاينين ديال شهرين، كاينين ديال عام، هادو صراحه ما عرفتش. المهم هادي ديال الماركه، المهم هي هادي ايريس بيوتي، واللي عندها عفاكم شي معلومات شحال تيبقاو ديال الوقت تقولها ليا. كما قلت لكم خصكم مع العدسات لا عالم بعيد عني، ولكن غادي نجرب حتى حنا ما نزرقوش العينين. المهم خليونا نبداو بتحضير البشره. قالوا لي عهبي وقالوا لي زغرت، هي ديالي انا مع هاد العدسات، عمرني ما درت العدسات، دابا راه جاني راسي راه غنزرق عيني راه غتبان شي حاجه. المهم انا غنديرهم صراحه من بعد لحقاش خايفه نبقى نقفقف ونبقى وحمار ليا عينيا وما نقدرش نماكي. المهم اول حاجه انا مسحت وجهي وبلا بالطون، انا مسحت بهذا ديال باليا من بعد الحمام لحقاش كما قلت لكم هذا اللي باش الشرطه حساسه ما تستعملوش، هذا غير ديال لابول اللي فيها ليمبيرفيكسيون. وراه كنت قلت لكم اللي عندها البشره حساسه وفيها روساتشي ولا شي حاجه راه كاين الكريم طونر ديال لاكور اللي زوين. المهم انا غندهن تحت عيني، غنستعمل هذا الكريم هذه اللي كنت وريت لكم في الفيديو السابق ديال لاكور، غنستعملها تحت العينين وتنستعملها هنا في الجناب ديال الفم. المهم غادي نرطب مزيان. بالنسبه لوجهي غنرطبو بهذا الكريم هذه كريم دو جوغ ديال لاكور، غادي نستعمل راه كنسبق لي لا هذه ما وريتهاش لكم. المهم هذه ديال كريم ديال النهار، وكاين ديال الليل، كاينين جوج، وحده ديريها في الليل وحده في النهار. المهم غادي نرطب، وفي العشيه ملي غنجي غندير ديال الانتي تاش اللي كنت وريت لكم. المهم بدات بما انني باغا نخرج في العشيه، غادي نستعمل هذا ديال فيت مي ديال مايبيلين، النمره ديالو 220 هو زوين وكلشي راه غادي تكونوا سامعين عليه، ولكن كما قلت لكم ما تعتمدوش عليه يوميا لحقاش من بعد غتحسس لكم البشره ديالكم وغادي تشوفوا ان وجهكم غيوليو فيه حبيبات رقاق، غيوليو لكم
يعني دي بوان نوار ماشي شي حاجه يعني راه فيه نسبه كبيره كلهم ماشي غير هذا كاع داكشي اللي على بالكم اللي التغطيه ديالو زوينه وكاع لي ماك اللي معروفين في الفونوتور كاين راه تيبقى داخل في المكياج انا كنركز ليكم على العنايه بالبشره تكون طبيعيه راه ديما كنقولها ليكم بالنسبه لي كونسيلر غنستعمل هذا ديال فيتمي وهذا حتى هو انتي ايج ديال مايبيلين المهم هادو لي برودوي بثلاثه هما لا باز اللي غادي ندير لوجهي دابا لاباس غادي نسقى هنا ما غاديش نفيكسي بالبودر حتى نكمل المكياج باش نثبت من بعد يعني غندير بحال هكا لاباس وغادي ندوز دابا باش نخدم يعني غنخدم هنايا الالوان اللي غادي ندير فوق عيني ونخدم الحجبان ومهم هادشي غتشوفوه طبعا بالنسبه للباليت اللي غادي نستعمل فوق عيني غنستعمل هاد الباليت هادي ديال ديور مسكينه كاع مطبعه طق 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 هاد الباليت هادي هاد الماركه صراحه مكيناش في السوق لحقاش هما اللي كنت درت معاهم انايا الكورس ديال الكوزميتيك كنت درت معاهم الكورس ديال الفيزاجيست يعني ديال الميك اب ماشي داكشي اللي كنت كنقرا على الجلد هادو كنت درت معاهم واحد الكورس خاص يعني ما كانش داخل في المدرسه كان غير خاص باش تاخدي يعني شهاده في ديال الفيزاجيستين يعني باش ممكن ديري بها ميك اب للعروسات وداكشي فكانت مولات الماركه هي اللي عندها هاد الماركه دي ديالها سميتها يور المهم ديروا يور فيسبوك راه غطلع لكم واحد المراه كبيره في العمر وشعرها زعر وكبيره تكون عندها شي تقريبا 70 عام والماركه ديالها هي هذه المهم هادشي هاد الماركه هذه كتبيعها غير للناس اللي كيتعاملوا معاها كنت شريتها من عندها ملي كانت دارت لينا الكورس المهم فيها الالوان زوينين ولكن صراحه ممكن الالوان اللي ممكن تلقاهم في اي بالي في اي عند اي ماركه ماشي بالضبط هذه ولا نقول لكم زعما راها شي حاجه لي واو ولا شي حاجه زوينه فيها كاع الالوان ولكن كاين في السوق ما احسن المهم بالنسبه للثمن ديال هذه كنت خديتها 120 اورو وكما قلت لكم ممكن 120 اورو تاخدي اي شادو من مارك ولا من شي ماركه معينه اللي تتكون زوينه المهم بلا ما نزيد نطول عليكم غادي ناخذ هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا هذا القهوي وهو اللي غادي ندير به الكسره اولا غادي نقسم به ما بين الجفن العلوي والجفن المتحرك باش يعطيني واحد البروفونديتا اولا باش يعطيني واحد الغرق واحد العمق للعين يعني غنبدا من هنا بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش مع المكياج ولا اللي ما كيعرفوش يماكيو يكون عندكم غير بانسو بحال هذا وتجيو لهنايا لهاد البلاصه هذه كما شفنا ما بين الجفن العلوي والمتحرك وتاخذوا شي لون كيف ما شفتوا بالقهوي من الاحسن نبداو بالالوان الفاتحه وضروري جدا الدمج هما تشوفوا طبعا المراحل هاد الباليت هادي من لامارك ديال ايت ستايل واحد الماركه اللي كاينه في ايطاليا ورخيصه في المتناول وفيها الالوان زوينين غناخذ من عندهم غندير واحد شويه بما انني غادي نلبس الاسود باغا ندير عينيا شي شويه يكونوا يعني يكونوا ماكيين مزيان غادي نجي غادي ناخذ كيف ما شفتوا هاد الكرونه هذا هاد اللون هذا هاد البوردو غناخذ منه واحد شويه وغادي ندخل به مره اخرى هنايا غناخذ هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا ما بين الذهبي والبني الفاتح وباش يثبت لكم باش يثبت اللون من الاحسن بللو اولا سردوا هاد الفرشات قبل بللوها شويه بالماء عاد باش خذوا اللون اللي كان لامع ولا اللي كانوا فيه الجليتر من الاحسن تبللوه قبل عاد باش خدموه باللون هذا كيساعد ان اللون يلصق اكثر في الفرشات ويلصق لكم كذلك على الجفن اكثر
وغنجي هنا وغناخذ هذا اللون البني الغامق ونصايب به هنايا الزاويه اللي خاصني نصايب. ضروري كما كتعرفوا الدمج 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 ضروري بحال هكا يكون عندكم شي فرشات بحال هادي وضروري ندمجوا مزيان حيت الدمج هو اللي كيخلي ان الماكياج يبان يعني الالوان تبان مندمجه مع بعضياتها. داكشي علاش كيتسمى اصلا دمج يعني كيتدمج داكشي مع بعضياته وكيعطينا واحد الايفكت زوين ماشي بحال غير نحطوا اللون ونخليوه ونحطوا الثاني ونخليوه ونديروا دوك الدرجات ديال الالوان بلا ما ندمجوا. المهم دابا غادي ناخذ واحد اللون اللي يكون فاتح وغادي نديرو تحت عظمه الحاجب ولا ممكن تستعملوا دوك الاقلام اللي تيكونوا يعني دوك الاقلام اللي قلم اللي تيكون هو اللي تستعمله هنايا لتحت باش يعطيك واحد النظافه تحت الحاجب ويعطيك كذلك واحد المساحه ما بين الحاجب والعين. نفس اللون جاي ناخذه ونديرو هنايا في مدمع العين في هذه البلاصه هذه كيزيد كيعطينا واحد العين تتكون فايقه ماشي ناعسه. يعني اي لون من الالوان اللي تكون فاتحه وفيها شويه ديال الجليتر ممكن تستعملوه هنايا في مدمع العين غير في هذه البلاصه هذه. المهم كيف ما قلت لكم اخر مرحله تكون عندك فرشه بحال هكا هذه من كيكو من الماركه ديال كيكو بحال هكا كبيره وتكون نظيفه هي باش غادي ندوز واحد التدويزه اولا غادي يعني غندمج الكل بحال هكا باش ما يبقاش عندي الاختلاف في الالوان. دابا غادي ندوزو للحجبان. انا غنستعمل هاد القلم هذا اللي قلت لكم خديت من هاد المارك ديال ايريس كدير كيطلع بحال الفلتر صراحه فيه اللون زوين ديجا تيستيتو في يدي اللون زوين وتيبقى ثابت. المهم غادي نحاول نغلط حجباني ضروري جدا تستعمل لون فاتح باش ما يبقاوش بحال هكا يبانوا مشعشعين. لون فاتح غنخدم به مزيان هنا من القدام باش يبان واحد الايفيكت طبيعي اكثر. الايلاينر غنستعمل هذا اللي عادي عندي حتى الايلاينر عندي حتى الايلاينر جيل اللي تيتخدم بالريشه اولا بالبانسو ولكن غادي نستعمل اليوم هذا ساهل وزوين وفي واحد اللون كحل زوين صراحه. البنات اللي كيديروا الايلاينر كل نهار كنصحكم بهذا ديال مايبلين هذا ماتي مايبلين اسميتو ماستر انك زوين صراحه تيفي واحد اللون كحل الغامق وزوين. نتوقف غادي نركب العدسات ونعاودو نشوفو غنشوف هاد العدسات كي غادي يجوني. ضروري نغسل يدي مزيان ونعقمهم قبل ما ندير العدسات باش ما ندخل العينين حتى شي ميكروب. وانا شريت من طبيعه الحال الماء ديال العدسات من شريته من الدروغيري شريت واحد الماء ديال العدسات فين غنقر نرقدهم نقولو لي حامض مصير هذا. المهم شريت هاد الماء هذا فين غنبقى نديرهم هذا اللي كيف ما تشوفوا هنايا فيزيو ماكس ديال الدي ام وتيكون معاه واحد اللعيبات فين ديري العدسات. المهم غادي نجربوا العدسات الزرقين نشوفوا كي غادي نجيو خصكم غتولي تبان قاوريه داكشي ديال كيامو
مصيبة مع هاد العادات، ما عارفش نركبهم. قول لي اش داك بنيتي، حمد سيدي ربي اللون ديال عينيك اللي عطاك سيدي ربي، مالكي باغا الطيرين ملمتي بغير ربي عذبها تيدير لي الجنحين. اش دا انا شي عدسات، كان غنبقى معاهم حتى انا باغا نشوف النتيجه كي تتكون. غنبقى مع بوم تيتي لصقوا، والله الا مشكله ما بغاوش يلصقوا، راه كنحاول ولكن خصكم ما عندهاش مع هادشي. فشلت كي تديروا تركبوا هاد العدسات؟ ها قولوا لي كي تديروا. من الصباح هي تتقلب بحال هكا تندير تقلب، ما عرفتش نحطها. خلوني نكونسونطري. مصدعونيش دابا انا نكونسونطري، باغا نزرق عيني بزز نخضرهم، هادا راه خضرين ماشي زرقين. دابا غيخسر لنا كاع الماكياج، غيخسر لنا كل شيء. مركبات تبغى تخرج مني، خرجت مني العصير، عيني بلات كاع حمرا. من درت عين وبقى عين، عرفتو عيني من ولات تشبه كانت واحد المشا. كملي كنت باقا صغيره كانت تجي حدا دارنا واحد المشا عندها عين زرقاء وعين ملونه. يقول لي كي جاتني العدسه، كي جاتني اللوبيا. حمونتي حرقتني عيني صراحه. العذاب ما عرفتش يديروا الدريات مساكن، ولكن غيكونوا بروفي، غيكونوا دابا ولفوا تيديروا لهم طق طق بالزربه كيركبوا. المهم انا دازت عليا شي شويه، بقيت عليهم حتى ركبتهم. عندي انا خويا اللي كبر مني تيدير العدسه ديال الشوف، ولكن يعني ما تنشوفوش يبقى يضارب معاهم بحال هكا بالزربه كيلصق وحده طق طق كيلصقهم دغيا. والله العظيم الا زعما راه العذاب مع هاد العدسات بالنسبه لهاد الناس اللي تيديروا زعما ديال الشوف. الناس تيديروا العدسه ديال الشوف وخاصهم يديروهم يوميا، راسك على الله عليهم. اما اللي باغا ديرهم باش مزيان، ايوا خصك صبري على هادشي. شعري تنستعمل هذا المنتوج هذا ديال طافت، هذا ديال كيفما كتشوف هنايا فولوم كنرشو في الفروه. ولا تنستعمل واحد اخر، واحد الرغوه من كيراستاس، ما عنديش دابا كتسالى دغيا دايره قرعه بحال هكا فيها رغوه كديري هنا في الفروه بالنسبه للبنات اللي شعرهم خفيف وكيبغيو يعطيو شويه فولوم. كتباع واحد ديال كيراستاس راه دايره شي 24-25 اورو، هي كتسالي دغيا. زعما دعقاتني وما كتباعش هنا، كتباع اما اونلاين اما كنمشي ليها حتى لدوغلاس. المهم ما كتباعش في الدي ام ومولر، ما كنلقاهاش. المهم كيف ما كتشوفوا كندير هذا على الفروه. وبالنسبه يعني باش ما يتحرقش ليا شعري بالسوشوار كنستعمل، كاينين بزاف. المهم انا كنستعمل يا اما هذا كنعاود نشريه دائما ونعاود نشري، يا اما هذا ديال طافت يا اما هذا ديال غوتو بي. المهم راه كتشوفوا في
في الماركه ديالو. يعني كنرشوا هنايا على الاطراف، ولا هذا واحد فيهم كنرشوا على الاطراف عاده باش كننشف شعري، سواء بغيت نسرحو سامبل سواء بغيت ندير ليه يعني بحال كما غندير ليه، يا اما سامبل يا اما غندير فيه لي بوكلي. ديما كنستعمل هذا باش ما يتحرقش من هنا ويولو فيه لي بوانت من التحت، ضروري هذا كيقي الشعر حتى 220 درجه ديال الحراره. يعني واخا تكوني غتصاوبي بالسوشوار وتبقاي ديري فيه صايبي فيه بروشين بالسوشوار، هاد لي برودوي هادو كيحميو لك الشعر باش ما يتقصاش وباش ما يتحرقش. وبالنسبه للفروات ندير هذا تيعطي غير شويه ديال الفولوم بحال هكا، ملي كتصايبي كيبقى واحد شويه مهزوز الشعر من الفوق تيبان زوين. هذا هو اللوك وهذا هو المكياج، العدسات المهم بداو تيشدوا في عيني وليت كنولفهم. في الاول كانت شويه عليا الضبابة. المهم المكياج كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، مكياج خفيف وسهل سهل في يعني في تقدر اي بنت ديرو. بالنسبه للعكر كما شفتوا انا درت واحد شويه، ممكن تستعملوا ليت شاتن او لا تستعملوا دوك يعني لي باليت لي فارا بوبيير، ممكن تفيكسيو بهم من الفوق كيبقى العكر يعني ثابت. ومن هنيت كتبرد واحد شويه اللون، ولا ما كانوش عندكم الالوان بزاف في العكوره يعني بحال دابا انا لابسه شي شويه كما كتشوفوا داك الشيء خريفي، فخديت داك اللون شي شويه قهوي ودرته من الفوق باش يعطيني واحد اللوك مناسب وصافي. كنمشوا هذا هو اللوك ديال اختكم اليوم، صافي السويك الليبه وهاد لي بوط هادو كيف ما كتشوفوا. المهم الغدا ديال دابا غادي نخرجوا لي جو سي برونتو دابا انا وجدت راسي وساليت وباغا نخرجوا نتعشاو، باقي هو مع شي خمس في البيسي غنتسنى واحد شويه. المهم راهي لبست لي حوايج وتنتسنى فهذا ما عرفتش شنو كيصايب باش نخرجوا نمشيو نتعشاو. المهم هذا ما كان، هذا هو اللوك وهذا هو المكياج، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. المهم استفدتوا معايا قولي شنو استفدنا المكياج. من طبيعه الحال كاين بزاف ديال البنات ما كيعرفوش يناسقوا الالوان في المكياج ولا ما كيعرفوش يماكيو، كنتمنى نكون بسطت عليكم شي شويه يعني الطرق اللي ساهلين بزاف المكياج. صراحه واحد الفن ما يمكنش تبعي قاعده حتى شي ميكاب ارتست كيما بغى يكون، الا كنتي انتي كيعجبك تبدعي فيه راك غتعلمي يعني تبدعي خلطي الالوان العكوره ديري ثلاثه جوج ديري جوج اقلام جربي جربي. الا كان عزيز عليك الفن عزيز عليك الرسم عزيز عليك يعني الالوان راه غتعرفي تلعبي بهم وغتعلمي. لحقاش هو ما عندوش شي قاعده معينه يعني كل وحده كتبدع بالطريقه ديالها، كاين اللي فاتيه بغيت نقول لك ماشي بالضروري تكوني دايره كورس ولا تكوني عندك شهاده ديال المكياج ولا ديبلوم ولا تكوني ميكاب ارتست. تنهضر على المكياج طبعا باش تزيني راسك انتي يعني شي حاجه اللي كيف ما قلت لكم غير لك انتي تتعرفي تلعبي بالالوان من اليوم على غدا تبقاي جالسه تجربي
وصافي راك المهم كتضبطي حالك بشويه بشويه حتى تتعلمي. حتى واحد ما زاد معلم. المهم الغزاله ديالي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. لما نزيد نطول عليكم واحد البوسه كبيره. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف وراكم ديما في القلب. باي باي.